زينة صارت معنا، ولكن قبل ما نكفي مع مشوار أجندة رح نكون مع الكتاب يلي رح ننصحكم فيه، واللي هو اسمه إنفيرنو باللغة الإنجليزية. وإنفيرنو هو للكاتب دان براون، إذا بتتذكروا اللي كتب دافنشي كود. هيدي الرواية جديدة بتدور أحداثها بإيطاليا، والبطل اسمه روبرت لانغدون، وهو بروفيسور بعلم الرموز بجامعة هارفارد. بمنتصف الليل بيوعى وبيلاقي جرح براسه ما بيعرف من وين، وبيلاقي حاله بقلب المستشفى وطبعا مراقب، وبيحاول انه يهرب، وفي فتاة بيتعرف عليها لحتى تخلصه ويطلع من المستشفى، بيهرب منها وبتدب الفوضى طبعا بعالم لانغدون، وبيضطر للهروب مثل ما قلنا عبر أزقة، ويكتشف طرقات ما كان يعرفها قبل. بتتسارع الأحداث عبر مواقع أثرية شهيرة، وبيكتشف لانغدون شبكة من السراديب القديمة، فضلا عن نموذج علمي جديد ومخيف من شأنه أنه يستخدم إما لتحسين نوعية الحياة على الأرض أو تدميرها. واحد من أحلى الكتب إذا بدي لكم يلي بتقدروا تقروها، كمان تانيا بتنصحكم فيه، قالت أنه قريته كتير كتير حلو. طبعا من الكتاب بننتقل لأجندة لعند زينة، ومنشوف آخر الأخبار معها. تحية لك صباح الخير. صباح الخير، ماشي الحال؟ منيحة الحمد لله. وأيضا بدي أحيي كل المشاهدين يلي دايما عم بيتابعونا، بيتابعوا عالم الصباح وكمان أجندة. مثل ما دايما منذكر كل المشاهدين، أجندة كل ثلاثة الساعة 11 بتوقيت بيروت، وأيضا من خلال عالم الصباح منكون معكم بهالوقت كل خميس، على أمل دايما كمان نكون عم نلبي كل الدعوات يلي عم توصلنا لنقوم بتغطيتها، وأكيد نعرف المشاهدين عليها أكثر. أكيد. وين بنبلش؟ رح نبقى هلا ومباشرة مع ذا أجندة بيروت، يلي أطلقت أكاديميتها بوتيك أكاديمي ببيروت سيمبوزيوم سنتر بسن الفيل، حيث بتفتخر ذا أجندة بيروت بجمعة بين نخبة من المحترفين لتقديم مجموعة من الدورات القصيرة وورشات العمل بمواضيع كثيرة تتعلق بأساليب الحياة الأنيقة والرفاهية، مثل تنسيق المظهر الخارجي، الأزياء على مر العصور، والمناسبات الفاخرة والعلاقات العامة، وكثير أمور من يعني مواضيع تعنى بالحياة وفي الواحد يستفيد منها. بدي أذكر بشغلة كثير مهمة، أنه دي أجندة بيروت بتكمل التسجيل بيكمل ببيروت سيمبوزيوم سنتر، وبتقول أنه الكرات هن صغار ومنهم معقدين، يعني في الواحد بيقدر ياخد هيك فترة قصيرة يتعلم من خلالها اللي حابب يتعلمه، ومنه معقد يعني الكور. وبدي اقول كمان لكل المشاهدين يلي بدهم يعرفوا اكثر عن هيدا الموضوع، يفوتوا على السايت www.theagendabeirut.com، وهون بدي احيي مسيو توني ابو غزالي، هو القيم على كل هيدا المشروع. حلو. رح ننتقل هلا، وكمان بدنا نحيي كل اللي دايما مثل ما بقول اللي عم بيدعونا على كل المناسبات والنشاطات اللي حابين نحن نقوم بتغطيتها، مثل الجمعية المسيحية للشابات يلي بتنظم ببيروت لقاء مع السيدة منى الهراوي نهار الأربعاء بستة تشرين الثاني 2013 الساعة 10:30 صباحا بالمركز الثقافي للجمعية بعين المريسة، حيث بتتناول السيدة منى الهراوي أهم نشاطاتها وإنجازاتها بالحقلين الاجتماعي والثقافي، لا سيما بمجال التربية والتعليم وتمكين المرأة ورعاية الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة والمحافظة على تراث لبنان التاريخي والفني والإنساني. هيدول أخبارنا، ورح نتابع كمان، ولكن هالمرة رح نشوف مشاهد للعرض الأول لفيلم حبة لولو للمخرجة ليال رشحة. هالفيلم يلي عم بيلاقي نجاح كتير كبير عند كل اللي عم حابين يشوفوه وتابعوه للفيلم. رح ننتقل لنتابع بعض المشاهد وكمان الحضور اللي كان موجود بيوم الافتتاح. بريمير
كثير محمسين، اعصاب مشدوده تنشوف ردات فعل العالم. شو رايك زينب؟ ايه الاعصاب حديث كثير مبسوطين بالجو اليوم وان شاء الله خير. هذا الشيء بدل على انه الفيلم رح يلاقي نجاح، انا هيك بقول. ان شاء الله يا رب. نحن ناطرين هلا، ما رح نحكي كثير عن الموفي لهلا، فايتين نحضره. ثانك يو فيوتشر لانكم انتم معنا اليوم. الفيلم من بطوله تالا شامون، لوران قداح، الي متري، نزيه يوسف، وزينه مكي، الوجه الجديد يلي انا مراهنه عليها بهيدا الموفي. ان شاء الله نربح الرهان. إذن على أمل كمان نتابع أكثر الفيلم. أنا بدي أوجه لها تحية طبعا ليال راجحة صديقتي. بدي أقول لها مبروك الفيلم كتير حلو، وأنا بدعي كل الأشخاص اللي بعد ما حضروه لحبة لولو بليز روحوا حضروه، ورح تتمتعوا بكتير لحظات حلوة بالموفي. أكيد رح ننتقل هلأ رولا نحن وكل المشاهدين لرحلة هارلي ديفيدسون يلي صارت بلبنان. والحلو كمان أنه مروان طراف يلي بدي حيي تحية كتير كبيرة قدر جمع عدد كبير من المشاركين بهذا الحدث اللي صار بلبنان، وبأنه يدعيون ويجوا على لبنان من كيف على مدى 3 أيام. صحيح. كان الحدث مظبوط، اجا كتير أشخاص شاركوا بهيدي الرحلة من البلدان العربية ومن العالم. ننتقل نشوف بعض المشاهد. يلا. خبرينا أكثر عن اليوم، خبرينا عن الإيفنت يلي حبيتوا تعملوها لكل الصغار والكبار كمان. هو أوريو لاند هو نهار واحد عاملينه، اتس هيوج إيفنت كثير كبير، جامعين فيه العائلة، الرفقة، كل العالم من كل الأعمار تحت يجوا ينبسطوا بنهار ترفيهي، فيه أكثر من 20 لعبة كلهم حول أوريو، حول الطقوس تبع أوريو اللي هو فكها دوقة غمسها، وفي أكثر من 5 بيرفورمرز حيطلعوا على ستيج. وحيكون في سحب على ديزني لاند، بيربحوا 4 أشخاص تقدر يروحوا على ديزني لاند، نحن كنا عملناها 4 كرمال يقدر يروحوا عائلة بكاملة. وفي أبليكيشن أونلاين حطيناها، كل الناس اللي بيلعبوا الأبليكيشن كمان بيفوتوا على السحب، وعم نجرب قد ما فينا نخلق علاقة بين أوريو والناس اللي بلبنان، ومنجرب قد ما فينا نذكر الناس إنه يرجعوا أطفال ويرجعوا يقضوا هول الأيام الحلوة هن وصغار. يعني أوريو شوكولا أو بالأحرى البسكويت اللي كتير طيب، أنا كتير بحبهم. رحنا واستمتعنا بهالنهار، وكان في كتير يعني عدد كبير من الأولاد والكبار كمان، صغار والكبار كانوا عم بيقضوا وقت ممتع من خلال واضح يعني. ايه كان حلو كتير، هو كان لنهار واحد، وعلى أمل يكونوا معرفنا بالآخر من ربح، ولكن رح نشوف بأجندة إن شاء الله بالأيام اللي جاية. كنا قدمنا قبل رحلة هارلي، هلأ رح نشوف بعض المشاهد لهارلي ديفيدسون والرحلة يلي عن جد استمتع فيها الكل بمختلف المناطق اللبنانية. بننتقل لنتابعها سوا. الرحلة كانت يعني كثير بعيدة عن المتوقع، وخاصة بالأوضاع اللي نحن فيها بلبنان، فاجأنا بالعدد الكبير يلي إجا على لبنان طول السنة. عادة بالأيام اللي كنا نعتقدها أيام ذهبية للبنان ما كان يجي هذا العدد،
بقى كانت كتير منيحة رسالة انه لبنان رح يضلوا بلد سياحي، ولبنان مهما عمل فيه الشعب رح يضل يقول نحن بدنا نستقبل السياح وبدنا نقوم بواجبنا تجاههم. كم شخص شارع؟ 323 شخص اليوم. من وين يعني البلاد؟ عملنا تقريبا 700 كيلومتر برمنا فيهم كل المناطق اللبنانية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب وعلى الساحل وعلى الجبل. سقبنا طقس رائع يعني وعندنا كتير ناس كانوا طول الوقت عم بيجوا بيقولوا لنا شو هالبلد الحلو اللي عندكم وشو هالتنظيم الرائع. بقى من اي بلاد اجوا اللي شاركوا؟ يعني كان في كتير مثل ما سمعت من برا. في عندنا من كل البلدان، حتى في ناس كانوا كتير خايفين انه جايين ومترددين، هلا عم بيقولوا لنا انه كانوا عم بخوفونا برا وما في شيء عندكم. عندنا كان عدد كتير كبير من الكويت، عندنا من السعوديه ومن جده ومن الرياض، وعندنا من الاردن، من مصر كان في كمان كتير ناس، وعندنا من الامارات. يعني بدي اقول هلو لمروان طراف وحييه على كل الجهود اللي بيقوم فيها دائما، لهيك يكون في مشاركه كثير كبيره لكل ملكي درجات هارلي ديفيدسون من لبنان او بالعالم. اللي الشعب بيعملوا دائما التور كثير فموفقين. رح ذكر كل المشاهدين يلي عم يتابعونا انه اليوم رح يكون في هيك حدث كثير مهم وهو الكلاسيك كار شو يلي رح يصير بصاله ذا فانيو باسواق بيروت من تنظيم ايفنتس برودكشنز سترولا دويدي يلي بحييها. هيدا المعرض يعني بدي ادعي كل اللي بحبوا السيارات القديمه عن جد يجوا يزوروا هيدا المعرض يلي رح يبلش اليوم الافتتاح للميديا وللفي اي بي بيبل اكيد، وبكره كمان كل الناس فيهم يروحوا ويتفرجوا اكثر ويتعرفوا اكثر يمكن على السيارات ما كانوا شايفينها او يمكن بحبوا يعرفوا عنها اكثر. فاذا ندعيون المعرض هو بصاله ذا فانيو باسواق بيروت الساعه 6 اليوم الافتتاح، وكمان بدي اقول انه ان شاء الله بالايام الجايه رح نشوف اكثر مشاهد عن هيدا الكلاسيك كار شو واكيد المواضيع الثانيه اللي دائما بتابعوها المشاهدين من خلال برنامج اجندا. اكيد انا بدي اتشكرك زينه، واكيد مواضيع عديده ومنوعه رح نرجع نشوفك وتخبرينا عنهم الجمعه الجايه. أهلا وسهلا فيك، رح نتوقف مع فاصل علينا ومن بعدها ننضم للشيف شادي بالمطبخ ورشة ملح.